أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا زاد الإنسان بصلاته ركعة، فهل يقرأ في الركعة التي زاد فيها الفاتحة في القيام وفي الركوع وفي السجود؟ الركعة الزائدة لا يعتد بها، إذا قام إلى ركعة زائدة ثم ذكر وهو فيها فإنه يجب عليه الجلوس حالا، يجب عليه الجلوس حالا ولا يستمر في الركعة الزائدة، بل يجلس ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو. نعم.